السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم محمد من قناة جيم اون. اليوم جبت لكم فيديو جديد، وبالفيديو هذا حنتكلم كيف ترفع ليفلك بأسرع طريقة ممكنة في اللعبة هي، وكيف توصل من ليفل 1 ل 60 خلال يوم إلى يومين كحد أقصى. إذا أنت إنسان عم تلعب بشكل يومي وقت متواصل، وليس أنك عم تلعب ساعة باليوم ساعة باليوم، ما حتكفي أنك توصل ليفل 60 باللعبة هي ابدا، لانه اللعبة هي بتحتاج انه واحد يفرم شوي. طيب شو هي الطريقة وشو هو الاسلوب اللي احنا حنعمله؟ قبل ما نتكلم عليه اتمنى انك تشترك في القناة اذا انت مو مشترك، وتفعل الجرس حتى تجيك اشعارات بالفيديوهات المستقبلية، وتعطيني لايك اذا عجبك المقطع او ديسلايك اذا ما عجبك، بس اكتب لي في الكومنتات ليش ما عجبك. واذا انت حاب تدخل معنا بالسيرفر، اسم السيرفر موجود، اذا حاب تدخل معنا على الكلان كمان معلومات الكلان موجودة. طيب شباب، شو هي الطريقة اللي انت حتوصل فيها من ليفل 1 لليفل 60؟ الطريقة جدا سهلة ومو معقدة وابدا ما فيها اي صعوبة. اول شيء احنا عنا شيء في اللعبة اسمه الكودكس، الكودكس واللي بتلاقيه هون، او اذا انت في العالم الخارجي حتلاقيه هون عندك على اليسار. لما تدخل عليه في عندك 3 خيارات هون، وهي الباتل باس، الكونكويست، وعندك الاتشيفمنت. الاتشيفمنت والكونكويست حيعطوك كمية من الهيلث، والهيلث هي العملة اللي بتشتري فيها من تاجر الهيلث، اذا انت بتعرف شو هو تاجر الهيلث، شو الاشياء الممتازة اللي ممكن تشتريها من هيك. شوفوا مقطع التجار. طيب اللي احنا هنركز عليها من هي الثلاثة هي الباتل باس. ليش الباتل باس؟ لانه الباتل باس تعطيك كمية اكس بي خرافية مو طبيعية، بس الشرط الوحيد انه انت حتوصل الخط هذا للاخير. فتخيل معي اخي انه كل ما توصل الخط هذا لاخره حيعطيك 972 الف اكس بي. طبعا هذا بالنسبة للليفل تبعي، لما يكون الليفل تبعك نازل حيعطيك مقدار اقل حسب الليفل تبعك، بس على الحالتين الاكس بي اللي حيعطيك اياه حيكون كافي انه يطلعك ليفل. فكل ما كلنا بنعرف انه خط الاكس بي هذا هو الموجود تحت الاخضر، تشوفوه هون تحت، هذا عندي اخضر، توقع عندكم بيكون لونه احمر او اصفر لانه ليفلك تحت الـ60. فلما يوصل للاخير تطلع ليفل. فبدل ما تركز على الخط هذا اللي تحت، ركز على خط الباتل باس. كل ما يطلع خط الباتل باس حيجيك كميه الاكس بي هي، حتعبي لك اياه. اذا انت في اول خط ممكن تعبي لك اياه لقبل الاخير، اذا انت في نصه او مثل ما انا بربعه حيوصل لك اياه لاخره. طيب شو هي المهمات اللي انت ممكن انك تستخدمها وتعملها لحتى تلفل الباتل باس هذا بسرعه؟ طبعا في عندك اكثر من مهمه لما تدخل على الباتل باس، بالاكتيفيتيز، وعندك بالجيود، وعندك بالكويست. طيب انت حتشوف على الكميه اللي بيعطيك اياها. انا حاليا بيحتاج مني هون عبي 180 لحتى يمتلي الخط كله. كل ما نزل ليفلك لتحت كل ما قل العدد اللي انت لازم تعبيه. فلما تشوفوا هون انا 161. المهمه هي تبعيتي لما افتح 30 صندوق من الصناديق اللي بتلاقيها في العالم الخارجي حيعطيني 60 بوينت. يعني لو حطيت 60 بوينت هون طلعت على الليفل اللي بعده دغري. عندك هون اللي بعدها اللي هي كوليكتري جيمز حيعطيني 30، وهون عندك كومنسون لسه ما حطوها، وعندك اللي انا حركز عليها بدايه اللعب واللي هي الالدر ريفت. الالدر ريفت عم اقول لك هون كمل 6 حيعطيك 40. طيب وين الالدر ريفت؟ حنروح عليها هون مكانها بالمكان هذا، حنعمل نافيجيت، بس بدنا نروح عليها مشي لحتى نقدر نتكلم كمان على الاشياء الثانيه الموجوده بالباتل باس عندنا بالكودكس. طيب احنا شفنا انه الالدر ريفت هون عندك انه 6 بتخلصهم بيعطيك 40. طيب شو في كمان عندنا غيرها؟ حتلاقي انه هون كمان في عندك وحده واللي هي الالدر ريفت، لما تلعب وحده حيعطيك 8. فهلا صار عندنا هون 48 من الالدر ريفت بس، وكل شخص حيكون عنده اختلاف. ممكن انت عندك هون يكون في مهمه ثانيه تقول لك مثلا العب مره او مرتين او اكثر. فانا هلا لو بلعب مره هون حيعطيني 8، ولما العب مره ثانيه حيعطيني 8 ثاني. المهمه هي بتنعمل اكثر من مره. المهمات الاكتيفيتيز ما بتلعب المره واحده مثل مهمات الكويست. الكويست هي بتاخذها مره واحده وبيطلع لك بعدين مهمه ثانيه، بس الاكتيفيتيز بدها موجوده عندك. فانت كل مره تدخل على الالدر ريفت حيعطيك 8 هي. فانت بدك تحسب انه انت بدك 6، حتضرب ال 6 بال 8 زائد ال 40 اللي انت حتاخذها بعد ما تخلص. واذا انت لاعب جديد حتلاقي بالجيود كمان عندك مهمات للالدر ريفت، واللي هي انه لما انت تلعب الالدر ريفت بعدد معين حيعطيك كمان اكس بي او الجواهر هي او الدوائر هي ده الباتل باس. فانت الالدر ريفت لازم تركز عليه في بدايه يومك، بس تخلص المهمه تبع الالدر ريفت هي تبع 6 مرات اسحب عليه لتكمل فيه، لانه مو صراحه شيء كويس انك بس تاخذ 8 بس 8 8 8 8 على كل مره حتدخل فيها على الالدر ريفت. انت بس مهمتك انك تلعب الـ6 مرات هذول حتى تاخذ الـ40، وهون انت كسبت 40 مره واحده. طيب شو الشيء الثاني اللي انت حتركز عليه بعد ما تخلص من الالدر ريفت
وتخلص من المهمة اللي موجودة هون بالكويست، حتركز على الدنجنز اللي بتعطي كمية جواهر أو دوائر أكثر، وبتخلص الدنجن بسرعة. يعني الدنجن ما بيكون طويل، بياخذ مدة لحتى ينتهي منك. إذا ليفلك تحت 60 أنا حنصحك بالفورغتن تاور الموجود عندك هون والماد كينج بريتش. ليش الاثنين هذول؟ لأنهم بينتهوا بسرعة، ومدة الواحد منهم ما بتتجاوز 3 دقائق إلى 4 دقائق إذا أنت عم تلعب بطريقة تفريم صحيحة. وأنا حروح ألعب معكم واحد فورغتن تاور بعد شوي وبرجيكم كيف أنا بفرمه بسرعة. بالإضافة إلى عندك شغلة فيك تعملها كل يوم غير الإلدر ريفتس الموجودة هون اللي تكلمنا عنها، واللي هي الباونتي بورد. طبعا انا مكتوب عندي هون رقم 24 لانه اذا لي فتره ما عملت المهمات تبع الباونتي بورد لاني كنت مشغول شوي، بس الباونتي بورد دائما بتكون الاربع مهمات في مكان واحد. فلو بتشوف هون عندك الاش وولد سيمتري، اش وولد سيمتري، اش وولد سيمتري، اش وولد سيمتري، الاربع مهمات هذول حياخذوا منك مجرد 5 دقائق انك تخلصهم. بعد ما تخلص ال5 دقائق هي حتحسب عندك هون 200,000 اكس بي حتاخذهم، وفيك تعملهم اكثر من مره، وكل مره حتعملهم حيعطيك شويه هدايا موجوده عندك هون حتحصل عليها وحتكون كويسه لشخصيتك. فجدا مهم انك تعمل باونتي بورد كمان لحتى ترفع ليفلك بسرعه باللعبه هي. بعد ما تخلص كل هاد حتبدا انت تفرم تفرم، بس حتوصل لمرحله توصل لحد يقول لك الباتل باس انه خلص انت ما عاد فيك تعمل اكثر من الاكتيفيتيز هي الموجوده عندك خلال اسبوع حاد. انا حاليا عامل 1401 من 2400، فانا قريبا حوصل على نهايه الاكتيفيتي وما عاد اني اعمل اكثر من هذول، فلحتى استنى الاسبوع اللي بعده لحتى اقدر اكمل واعمل اكتيفيتيز اكثر. طيب بالحاله هي انا شو حاعمل لحتى اكمل تلفيلي؟ موضوع جدا سهل، انت حتروح على الاوبن وورد، حتروح على اماكن العالم الفاضي. على سبيل المثال حنروح على الدارك وود، او حنروح على الليبريريان واللي هو المكان اللي انا بحبه، اللي بنتقل لهون بفرم الغرفه هي، بطلع هون بفرم الغرفه هي، وبرجع بفرم الغرفه هي، وبضلني ماشي على هذا المنوال. هون حتلاقي انت وحوش ملونين، الملونين حيعطوك اكس بي، وعندك كمان فرصه انك تطلع اغراض الجندري بالاضافه للمونستر اسنس. المونستر اسنس فيك تجمع انت كل يوم 30 و30 هي حتعطيك عليها ريوردز حلو. هي المونستر اسنس انا عندي هون 8، اذا بجمع 2 كمان فيني اروح اسلمهم في اي ماب عند الهورديك التر. لما تسلمها عند الهورديك التر هيفتح لك صفحه جديده، هيعطيك اكس بي، وكمان هيعطيك ايتمات. طيب الايتمات هي مو الشيء اللي احنا مركزين عليه، وهو الاكس بي. انت لما تشوف انه لما تعمل واحده هيقول لك انت عملت واحده من 3 لليوم، لما تعمل 2 اللي هو جمع 10 كل مره، هاي تعمل 2 هيقول لك تجمع 2 من 3، 3 من 3، بعدين بتسلمها. اغلب الناس بتوقف. ليش بتوقف؟ لانه بفكروا انه خلص ما عاد فيهم يجمعوا اكثر، بس هذا الشيء غلط. انت فيك تجمع عدد لا محدود، والعدد اللا محدود هذا حيعطيك اكس بي على كل مره انت بتجمع فيه 10. فانت بعد ما توصل عندك بالباتل باس هون على الحد الاسبوعي اللي انت فيك توصل عليه، كمل بالمونستر اسنس وسلمهم عند الهوريك التر لحتى تاخذ اكس بي افضل بكتير من انك تروح وتفرم الجنود او الوحوش الموجودين في العالم المفتوح. فالافضل انك تبدا بالباتل باس وبعد هيك تكمل بالمونستر اسنس. طيب خلينا نروح نعمل واحد من الفورجيتن تاور بس لحتى اورجيكم كيف حتفرموه بسرعه، لانه ما حياخذ معنا وقت طويل. وكمان عندك الماد كينج بريتش كمان ممتاز للناس اللي ليفلهم تحت الـ60. اذا انت ليفلك فوق الـ60 حتلاقي عندك تناجن تانية حتكون افضل من غيرها، واللي هي مثلا عندك تيمبل اوف ناميرا. ليش تيمبل اوف ناميرا احسن من التنجنات الثانيه مع انه بياخذ وقت اطول شوي من الفورجيتن تاور؟ لانه انت لما يكون ليفلك فوق الـ60 وتلعب على صعوبه هيل 1 اللي هي صعوبه فوق النورمال، عندك فرصه انك توقع الاشياء الريليك الخضراء او الليجندري اللي هي البرتقاليه للعتاد تبعيتك، فرصه مضاعفه لما تكون في فريق، مو تلعب لحالك التنجن، لما تكون في فريق. ف انت لما تدخل على الخريطه هون فيك تغير صعوبه وتحطها هيل 1 بدل النورمال، والهيل 1 لحد تحطها لازم يكون ليفلك 60 اقل شيء. فانت لما يصير ليفلك 60 حطه على الصعوبه على هيل 1 وفرم دنجن التمبل اوف نميرا. طبعا هذا الاسبوع هو تمبل اوف نميرا، الاسبوع الجاي حيتغير وحيكون ممكن دنجن ثاني، بس انت ابحث على الدنجن اللي فوق السهمين هذول. لما يكون عنده السهمين هذول اعرف انه هذا عليه مضاعفه لوت، روح واعمله لحتى تحسن انك تطلع ادوات منيحه، وبالاضافه انك تعبي الباتل باس تبعك لحتى تخلصها. طيب هنروح ونعمل الفورجيتن تاون مع بعض لحتى نشوف كيف حنفرمه بسرعه لحتى نخلص الاكتيفيتيز تبع الاسبوع بشكل سريع ونتجه للمونستر اسنس.
طيب هذا هو الدنجن الفورجيتن تاور، اعمل فايند بارتي وحستنى الناس تدخل لحتى نفوتوا مع بعض، نكون اربعه بتكون الديفيكولتي اصعب وكمان بيكون الريورد افضل لما تكون انت في مجموعه. طيب انا دخلت ناس من عنا من الكلان لانه احنا الليفل هيل 1 ما بتلاقي ناس كثير بالفورجوتن تاور مثل ما قلت لكم، بتلاقوه بالدناجن اللي فيك تفرم فيها كمان قطع ليجندري. فانا دخلت معي ناس بالكلان بس لحتى نقدر نشرح المقطع. طيب هي احنا بلشنا، هندخل على طول نذبح الوحوش الموجودين هون ونكمل طريقنا ونكمل المشوار تبعنا الدغري، يعني لا توقف، كمل اذبح اللي هون وروح جيب هذول اللي هون دغري وذبحهم. بعد ما ذبحهم حيفتح عندك الباب هذا دغري، اضرب الناس اللي هون الموجودين عندك وكمل الطريق. لا توقف، لا توقف ابدا، لا توقف، دائما خلي الوحوش هي عم تنضرب وانت لا توقف ضربها لحتى يتجمع عندك الكل ستريك، واللي هو انك ليك مثل ما انتم شايفين هون عندنا 21 كل عم يزيد بس ما عم ينقص. لما توقف ويتعدى الخط هذا حيوقف الكل ستريك وما حيرجع يعيد من الاول وحيعطيك الاكس بي. فانت كل ما تقتل وكل ما تذبح وكل ما تضرب حيضلوا يجمع الكل ستريك وما حيوقف. فدائما لازم انكم تحاولوا ما تخلوا الوحوش تموت كلها، ضلوا عم تضربوا وحش على الاقل لحتى تقدروا انكم تضلوا مكملين هذا الكل ستريك الموجود هون لحتى ما يوقف عندكم وتاخذوا اكس بي اقل. فاحنا هلا وصلنا ل 34 وقاعد عم يزيد مثل ما انتم شايفين. فهذا الشيء اللي احنا بدنا اياه، كل ما زاد كل ما كان افضل بالنسبه لنا وهيعطينا اكس بي اكثر واكثر. فبدك تفرم الوحوش هذول بسرعه وتحاول تخلي الناس اللي معك يروحوا لقدام يذبحوا الناس اللي موجودين قدام، مشان لما تخلصوا الناس اللي موجودين عندكم ما يوقف الاكس بي اللي انتم عم تاخذوه. بعض الاحيان حتوصلوا على مكان حيقول لك انه خلص لازم تعمل المهمه هي لحتى تقدر تكمل، فهون حيتاخذ الكل ستريك حيعطيك الاكس بي تبعه، بس فيك تكمل بعد هيك على اللي بعدهم وتجمعهم من جديد، واللي هو انك تذبحهم بشكل متواصل لحتى يكون عندك كل ستريك جديد او عدد من القتلات. هون وصلنا لحين ال 17. فدائما اعمل هذا الشيء لحتى تقدر انك تاخذ اكس بي اكثر من الذبحات اللي انت عم تذبحها، حيكون افضل بالنسبه لك واسرع للتلفيل تبعك. طيب مثل ما انتم شايفين وصلنا للكل ستريك 58، هلا وصلنا ب 61 ولساته عم يطلع، حنحاول نوصله لل 100. طيب هلا احنا وصلنا لل 100 بالضبط وعطانا عليه 29000 اكس بي. لو انك ذابحهم واحد واحد ومخلي الكستريك يروح ما حيطلع لك نفس كميه الاكس بي. واحنا وصلنا عند اخر بوس وهي حنخلص الدنجن، واحنا لسه هلا فايتين على الدنجن نفسه. طيب هيك احنا خلصنا الدنجن وعم ناخذ الاكس بي الموجود هون والاشياء الموجوده. بعتذر انه الصوت تبع اللعبه راح، بس اللعبه قلتشت وراح الصوت تبعها. طيب ما اخذ مني الدنجن الا شويه وقت، بعدين بتروح على الكودكس. بعد ما تخلص الدنجن تبعك حتلاقي الريورد تبعك هون، بتعمل كليم للريورد تبعك وبيتعبى عندك الخط هذا، باقي لي شوي وحيتعبى. فخلينا نفوت على اي شيء ثاني سريع نعمله ونشوف كيف حيتعبى. فانا اللي حعمله هلا حروح على الالدر ريفت واعمل واحد الدر ريفت لحتى اخذ الثمانيه هي، وهي حتكون كافيه انه ترفعني خط هذا كله. فانا حروح على الويست مارش وحروح لعند الالدر ريفت واعمل واخلص الدنجن هذا كمان بسرعه. طيب هل ندخل على الالدر ريفت على السريع نخلصه لحتى نعبي الخط تبعنا ونشوف كميه الاكس بي اللي حتجينا وكيف حيكون فوائده. عندي ثلاثه ليجندري كريتس فحستخدمهم هذول الثلاثه. طيب هي لينا تيم طبعا مو مهتم معهم كريتس ولا لا، لانه انا فايت اشرح مو فايت افرم، فبعدين بهتم اذا حاطين كريتس ولا لا. بس انتو الافضل لما تفوتوا على الالدر ريفت يكون كل الناس مع كريتس لحتى تاخذوا باودر اكثر او الفاندنج باودر اكثر لحتى تقدروا تجيبوا الفاو، تكون عندكم فرصه انكم تطلعوا الليجندري جيم. طبعا نفس الشيء لما تكونوا بالالدر ريفت لا تنسوا انكم تحاولوا تعملوا الكل ستريك هذا وتوصلوه لاكبر رقم انتو فيكم توصلوه عليه. حتى لو تضربوا وحش دائما خلي واحد في المقدمه عندكم، لو تضربوا بس وحش واحد هيكمل الكل ستريك عندكم. فدائما خليك انت في المقدمه اذا شفت انه التيم تبعك عم يشتغل مع بعضه وما عم يتحرك كله مع بعض. مثل ما انتم شايفين 121 كل ستريك 31000. دائما طريقه تفريمك لازم تكون بالطريقه هاي انه تجمع اكبر كل ستريك. احنا بنفتنا على الدنجن هات لحتى طلعنا منه ما خلينا انه الكل ستريك يروح، دائما محافظين عليه وموجود معنا الكل ستريك، لانه هي افضل طريقه انت ممكن انك تفرم فيها الوحوش حتى في العالم العادي. اذا انت متفرم بالعالم العادي هي اي افضل طريقه انك تفرم فيها. وهيك خلصنا احنا الدنجن هذا على السريع، وخلينا نشوف ايش طلع لنا طبعا مع بعض بما انكم موجودين معنا في الشرحات. فطلعت لي ثلاث جواهر ولا واحده منهم خمس نجوم،
فمش مشكلة. يلا أنا نجمة، أنا جمة نجمتين وجمتين نجمة بنجمة، مش مشكلة. طيب خلينا نطلع من البارتي وخلينا نطلع من المكان هذا كله وناخذ الإكس بي اللي طلع لنا أو الدوائر اللي طلعت لنا بالباتل باس ونشوف قديش حيجينا إكس بي. إحنا حاليا ربع، فخلينا نشوف لما ناخذ إكس بي. طبعا لا تقيسوا علي لأنه أنا ليفلي شوي عالي، بس خلينا نشوف قديش حيعطيني إكس بي اللي هو 900. هي حتعبيني لوين وصلت لهون بالضبط. فأنت لما تكون ليفلك تحت ال 60 حيعطيك إكس بي أكثر من هيك. أنا أعطاني حاليا تقريبا نص الخط، لو كنت أنا يعني تقريبا هون لهون بدل ما كنت لهون كنت لهون، كان حيوصلني لنهاية الخط وأطلع ليفل كامل. وأنتوا أكيد لما يكون ليفلكم أقل حيعطيكم إكس بي أفضل وحيعطيكم أشياء أفضل وحتطلعوا بالليفل أسرع لحتى تحسنوا تصيروا ليفل 60 وتبلشوا ليفلات الباراجون واللي هي أهم ليفلات في اللعبة. بس هذا كل شيء المقطع، لما أتمنى يكون المقطع عجبكم. إذا عجبكم المقطع اعطيني لايك، كمان ما تنسى ديسلايك، بس لا تنسى إنك تكتب لي في الكومنتات ليش ما عجبك، واشترك في القناة وفعل الجرس لحتى تجيك إشعارات بالفيديوهات والشروحات اللي حنزلها في المستقبل على لعبة ديابلو إيمورتال. في نهاية المقطع بقول لكم في أمان الله.